بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزيكم حبيبي؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. يا ريت يا جماعة اللي بيتفرجوا على القناة لأول مرة، إذا عجبكم الفيديو وعجبتكم القناة، الضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم كل جديد، واللايك حبايبي إن شاء الله عشان تلاقوا المزيد. النهاردة إن شاء الله الجزء الثاني من الهرم ستايل. في مكملين لسه، في عروض للجلابيات البيت البيتي، وإمصان النوم، تشكيلة حلوة قوي، كل شيء ب20 ريال. في الهرم ستايل الجولة دي على قناتي تغطيات قناة الهنا. يا رب إن شاء الله الفيديو يعجبكم. ده إمصان نوم قصيرة قطن، تشكيلتها حلوة قوي، هي قط القميص تحت الركبة. ألوان مختلفة، في اللي هو البستاش ده واللبني والبامبي، في كذا لون منها. مشيتها ناعمة جدا، مشيتها قطن. في برضو مقاسات مختلفة، في الميديوم واللارج والاكس لارج. اللون ده حلو قوي، دي بقى جلابيات بيتي قطن قصيرة برضو. دي تحت الركبة، برضو على 20 ريال. الوان كتير بقى كده زي ما انتوا شايفين، الشكل ده حلو قوي. هي كلها يعني الوان بتاعتها مشجره، حلو قوي الكراهات ده. ده قط بكورنيش كده من على الكتف على 20 ريال برضو، ومشيتها قطن ناعمة. نشوف كده تشكيلة تانية، دي جلابية برضو تحت الركبة على 20 ريال، قطن بنصكم في لون الكحلي، حلو قوي. ده موديل تاني، على فكرة بتبقى خفيفة ومريحة كمان في نفس الوقت. في الشكل ده برضو، دي برضو تحت الركبة ومشيتها قطن برضو على 20 ريال. في بقى الجلاليب دي، دي قط جلاليب بيتي برضو، ده موديل تاني مختلف على 20 ريال برضو. في منها كذا لون وبرضو مقاسات مختلفة، الميديوم واللارج والاكس لارج. حلو اللون البامبي ده، يبقي بين كده من على الجنب. في الموديل ده برضو ومشيتها ناعمة برضو، يعني مشيتها حلوة مريحة. حلو اللون الروز ده،
كل موديل فيه كذا لون، والمقاسات برضو مختلفة، مقاسات كتيرة جدا والموديلات كتير زي ما انتوا شايفين كده. حلوة دي برضو، الموديل ده حلو. اي جلابية منهم او قميص نوم على 20 ريال، ده موديل مختلف برضو. حلو اللون الموف ده، موجود منها كل المقاسات برضو. الروز ده حلو برضو، او البامبي ده. ده اللون الاصفر منها. في بقى المشجرات دي حلوة برضو على 20 ريال، الأحمر والأزرق والأخضر، يعني تشكيلة مختلفة. نشوف موديل تاني برضو، حاول بس أدخل أهي شكلها. دي برضو على 20 ريال، قماشتها ناعمة جدا على فكرة، يعني حلوة في الصيف. جميلة أوي اللي فيها الوردة الحمراء دي. ده موديل تاني برضو هوريهولكوا. هو النص من فوق سادة وعليه كتابة بالانجليش، والنص التاني كاروهات، كاروهات احمر في بنفسجي. دي قماشتها قطن على 20 ريال برضو، كله على 20 ريال. اي جلابية منهم على 20 ريال. في الوان منها برضو مختلفة. في الموديل ده برضو، موديل الجلابية دي على 20 ريال. الحقيقة عندهم تشكيلة من الجلابيات وقمصان النوم الحريمي يعني كتير جدا ما شاء الله، يعني البضاعة كتيرة والمقاسات متوفرة، جميع المقاسات. حلو الأخضر البستاش ده، كل اللي انتوا شايفينه ده على 20 ريال. موديلات مختلفة وأشكال مختلفة في الموديل ده. دي زي العباية كده، عباية بيتي، هطلعها لكم بره كده تشوفوا شكلها. شكلها اهو، الحزام ده بيتربط من ورا كده، دي برضو على 20 ريال. دي قماشتها في زون، في الموديل ده برضو، دي قماشتها قطن. حلو اللون البينك. نشوف موديل تاني برضو، ده زي موديل العباية الحمراء بس لون بنفسجي. بحاول طبعا اوريكم تشكيلة مختلفة.
من الجلابيات. حلوة دي برضو. ده شكل تاني برضو من الجلابيات، جلابيات الحريمي. الطويل على فكرة، يعني هتلاقوا الجلابيات في منها الطويل في منها القصير. حلو حلو البستاش ده قوي. في بقى المشجرات، دي شكلها عامل يعني زي ما تكون كده فستان. الستايل بتاعها حلو كده، قطعتين في بعض. ده شكل تاني برضو. اشكال مختلفة. دي جلابية برضو بيتي قطن على 20 ريال. في برضو منها الوان مختلفة وتشكيلات مختلفة. حتى التفصيلة بتاعتها سيمبل كده، القماشة قطن. ده موديل تاني برضو، ده شكل تاني من الجلابيات. كلهم قماشتهم ناعمة الحقيقة. يعني ده موديل تاني برضو من الجلابيات. حلوة قوي دي برضو، دي مشجرة من فوق ومن على الديل من تحت، ومشيتها قطن برضو. برضو الجلابية دي على 20 ريال. هي عباية وجلابية في نفس الوقت. هي بنص كم. حلوة برضو الجلابية دي. دي برضو على 20 ريال. دي برضو عباية بيتي. دي قماشتها قطن يا جماعة برضو. في بقى منها كذا لون برضو، الأصفر واللبني الرمادي. دي موديلات برضو من الجلابيات البيتي. حلوة قوي دي برضو، دي برضو قماشتها قطن. هي قطعة على 20 ريال. الحياة تشكيلات كتيرة جدا والموديلات كتيرة. انا صراحة كنت محتارة اصور لكم ايه ولا ايه. فدي برضو حلوة قوي، فيعني صورت على قد ما قدرت يعني. برضو دي الخامة بتاعتها حلوة، خامتها جميلة قوي قطن.
يعني بصوا كله اي لون يخطر على بالكم هتلاقوه. حلوة قوي النبيتي دي، اشكال بقى مختلفة والوان مختلفة، في اللي بكم واللي بنص كم والكات، حلوة قوي دي. استنى بس هحاول اطلع لكم بره شكلها اهو، دي بكم الجلابية دي بكم، في الزرقاء دي، مشيتها ناعمة، الشكل ده برضو دي متوفرة على فكرة منها كذا لون. ايه المشجرة دي، اللبن اللي في النص، ايه كلها كلها ما شاء الله، اي عباية هتلاقي متوفر كذا لون وكذا شكل، اي قطعة منهم على الشرير. الشكل ده برضو دي كلها بناتي، جلاليب بناتي، شكلها تحفة، سعرها يعني حاجة ببلاش كده. ده لون تاني منها، في بقى اللي هو السادة دي حلوة قوي، بيدل من تحت فيه ورد كده بالأسمر، في كذا لون منها برضو، حال القطن بتاعها حلو الشكل ده جدا. برضو من الجلابيات. صراحة الصيف عايز الاخضر الحاجات دي الخفيفة دي، كلها القماشات جلاليب الخفيفة الناعمة دي بناتي بالذات قطن، القطن، يعني الحاجة شكلها القطن بتبقى خفيفة. حلو أوي الموديل ده برضو، في منها برضو كذا لون، دي قطن برضو، قماشة ناعمة وقطن. في بقى اللي هي العبايات السادة دي، الورد اللي فيها يعني مش هو منقوش، خيوط خيوط مش طبع، لا خيوط، شكلها حلو قوي قطن برضو، في منها برضو الاصفر والازرق والاحمر كذا لون منها، حلوة أوي الأزرق برضو. حلو قوي اللون البترولي ده. يا رب جولتنا النهاردة ان شاء الله تكون عجبتكم، جولة في الهرم ستايل على قناتي تغطية قناة الهنا اللي هي قناتكم انتم، وسبسكرايب ولايك وشير. ان شاء الله اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.